السادس على الدمج مال الفرق اولت العام بس السنه صار عندنا غرض وما قدرنا نفك. هاي الطائره حبوبتها مال مهند القريشي، حبوبتها طبعا موجوده هنا الطائره. طلع الخامس سوبر رايس على النادي مال الكاظميه والحريه. وهذا اخوه ال 519 هم بنلفها الكام بوكس على الطيارة مال مهند اخت ال 778 مرقوم بناته ابطال سوبر ايس يعني بناته 519 518 سوبر ايس على نادي الشعله قياده حج وصفي الطير 2014. وما العلم هذا الطير اختلف طير الكارن بوكس اللي تصير حبوبه ال 56 مال مهند القريشي. هذا الطير طبعا مهند القريشي يعني الطير ازل ياه بوقتها وطعني ياه الفحل المرقوم ابوه 26 اربع مرات اول ابوه. هاي الطير 10 سوبر ايس على نادي الكاظمية والحرية 501. هاي ابوها فالون وزير خالد خطاب ابوها وامها مال مهند القريشي اختي 778 امها. هذا الفحل مال وسام ابو زيد خاطر 38 اخواته سوبر ايس على الرصافه. هذا اختنيته من المزاد مال وسام وطبقته على الطيره 501. هاي الطيره من حمام اخونا مهند القريشي البطل. هاي الطائرة اختي 778. هاي الطائرة طلعت لي من ظهرها ابطال واحفادها ابطال تصير حبوبة 43 ال 65 بنفح على هذا الفالون هذا الطائر 3 على الدمج بسباق البطحة. طبعا فكيت الطير مخلف سنتها كان صغير 2018 هاي رقمه 65. هاي الطير هلوك هذا الطير الفالون هذا بناته على 3 طواير عندي سوبر ايس. هذا الطير
تعرف صلح عندي على 3 طواير بناتي سوبر ايس من تاير 501 وابن 65 وابن 40 الطير. هسه راويكم طبعا ابن 65 هاي الطيارة 91 ثاني سوبر ايس هذا ما حد يوصف فيه سباق البرايكون بيتر ميروي هذا ابو الطيارة 43 الطيارة سوبر ايس ابوها طبعا فكيت له بس وحدة هي بس 43 بسنتها يعني الطير هذا 2014 طبعا هو هاي الطيارة البخارية بلوك قوم بترميره 2011 هذا الطير هذا من استيراد اخونا البطل المهند القريشي هذا الطير احفاده ابطال وبناته ابطال بناته عند حيدر شراره 45 155 الطير والسنه بناته ابطال احفاده ابطال مو بناته سجلن عند ميثم ميثم حسن ميثم التميمي ابن عاد الشعله حفيده 42 نهاية رقمه حفيدة 45 أحفاد يصير جذهن والطير سجلن عند ميثم التميمي ميثم حسن سباق الكاظمية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.